السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام احمد الله. اليوم جينا بزيارة خاصة للجامعة ديال تلاتيغون بناء على الطلب ديال الإخوان ديالنا هنا. واحد المدة هادي وكنسمع بالثلاث ديال اليهود وكنسمع بالحقرة اللي كيعيشوها المواطنين وكنسمع بالفساد اللي كاين في هذه الجامعة. عندكم فساد لا في البنية التحتية ولا في التسيير ولا في عدة أمور. كاينة واحد القضية ديال لاسينيسمون ديال الواد الحار. الواد الحار عندكم مغشوش، هادشي اللي قالوا لنا الساكنه. قضيه اخرى كذلك الماء صالح للشرب، 4000 ستير. كذلك المعالجه ديال النفايات، الزبل اعزكم الله فين كيمشي؟ كيمشي حدا القياده، حدا القياده، حدا القياده. كيحفروا ليه في الارض، لا كيروحوا في الغار، حفره كيديروا فيها النفايات، كيردموا يعاودوا يديروا. يعني هادشي كيهدد الفرشة المائية وكيهدد الصحة ديال المواطنين. يعني الفرشة المائية ديال تلاتيغود مهددة ما دام أن النفايات كتمشي للأرض ما كتعالج. الواد الحار كذلك وقت الشتاء كتكون واحد المشكلة عندكم، والواد الحار كذلك ما كيتعالج. دابا شوف انتوما كتمشوا عند السيد القائد كممثل ديال السلطه، كيقول لك سير عند السيد، كيقول لكم سيروا عند الرئيس، كيقول لك الرئيس كيقول لكم رجعوا عند الرئيس. لا اله الا الله، ما عندنا الكره عاد من كاينه، واش عند الرئيس ولا عند القائد؟ سقايه ديال الماء علاش كيقول لكم بلاتي حنتي واحد الدوار حدانا، هادشي كلشي جايبه انتخابات. واحد الدوار حدانا كيقول لي ولاد الحاج باقي ما داروش لهم العوينه ديالهم، حتى يديروا لولاد الحاج العوينه اللي غترقد العوينه ديال دوار بطن. والمواطن حنا شنو السبب ديالنا؟ هادوك بيناتهم مشكل في الانتخابات. كتشوف بان هذا الشيء اللي وقع واش انتقام انتخابي؟ انتقام انتخابي. خوك صاحبي يكون هذاك الدوار حنتي مداير على هذاك، يمشيو راه يطلقوا لهم العوينه. ودوار البطمه راه من 2016 كنجو هنايا كنشدوا هنا النوبه على السيتير ديال الجامعه وما كيعطينا حتى شي واحد شي وقت. كنسقي انا كنسقي بحماري، بحمار كنسقي. من 2016 الحسيان ديال الماء، الحسيان ديال الماء ما كاينينش. نعم الحسيان البيار ديال الماء لا ما كاينش، لا ما كاينش، لا ما كاين حتى حاجه، لا ما كاين حتى حاجه، لا ما كاين حتى حاجه. يعني كتشرو السيتيرنا؟ كنشرو السيتيرنا. شحال باش كتشرو السيتيرنا؟ كندو انا 2400 2500 دوار البطمة فيها جوج طون جوج طون ونص، وعاد ديال الواد الحار. كاين شي بون؟ ما كاين لا بون لا والو، ما كاين لا روسي لا بون، ما كاين لا روسي لا والو. كتشد هاك كتشد على النوبة. هذا من تابع للجماعة ولا المتابع؟ هذا الماء ديال السيتيرنا ديال الجماعة، ديال الجماعة. إذا ديال الجماعة خص يكون واحد البون. نعم واحد البون كتخلص وكيمشي الجماعة. لا ما كاين لا بون لا والو. إلا ما كاين بون هذه راه سرقة. ما كاين حتى حاجة. دابا طالب معاشو عندك راه خصو حمار. دابا من تكتب بنادم درت بزاف أنا ما كلشي كطالب معاشو الدور ولا في غود. البنين ممنوع تبني، الضومات اللي سامي دخلت الضوء والماء كذلك. دابا شوف هذا الحال ديال البنين شنو هوايا. دابا السيد القائد مشينا عنده ديال الطلب قال لك انا ما شغليش. السيد رئيس الجامعه قال لك واش مشيت اذن مع السيد القائد؟ قال لك ما شغليش. شغل من؟ نهار ما تاش قاعد القائد يشوفنا، قاعد نتفادى القصبه يشوفنا. المشكل ديال نقل المدرسه بحال اليوم اثنين جا السادس الدقيقه الخامسه، ما بين المسافه ما بين الدوار المركز 4 كيلومتر 3 كيلومتر ونص. كيجيو التلاميذ اللي داخل مع الوحده النقل كيفاش ليهم؟ خصهم يهودوا مع تسعود من الدوار ومن تسعود من السوق حتى لجوج ديال النهار ما كيجيوش النقل. ولا ما طلعوا كذلك ثاني دابا البارح والبارح ونهار السبت كيهضروا نفس النهار الاول وغدا الثلاث ان شاء الله كيدخلوا مع الثمانيه. ولو طلعوا مع ديك الوحده ما كاينش يطلعهم، كيطلعهم بشويه. قال لك ودي ما طلعهمش انا يعني لا غيطلعوا لا يدخلوا مع الوحده ما كيهودوش مع التمييز ما كاينش يطلعهم ومكرفسين والطريق بعيده والعيال كيخاف. لو بقات 12 الوحده قال لك ودي الطريق خايبه وكذاب والله يرحمها يا سي. دابا تنجو الجماعه هنايا ضروري قال لك خاصك لو بغيتي تدخل الماء ولا الضوء خاصها تكون عندك شهاده اداريه مسلمه لك من الجماعه السلاليه اللي مكلف بها هو السيد القائد. تنمشوا عند القايد تيقول لك الماء والضوء والترخيص على البناء ما تيحتاجش شهاده اداريه، سيروا للمجلس الجماعي. تلجوا للجماعه تيقول لك ضروري الرخصه ديال الاصلاح ولا الماء والضوء ضروري خاصها تكون شهاده اداريه.
رجعوا ثاني على القيد، يقول لك سيروا الجماعه نفس المشكل دابا عليه حنا واحد العام. داكشي اللي كاين دابا باغيين شواهد اداريه، يعطينا السيد قائد شهاده اداريه باش نبداو بها الجماعه باش ندخلوا الضوء وندخلوا الماء. راه باقي ديور هنا نيت في السونتر في ايغود وسط الفيلاج، ما مدخلين ضوء ما مدخلين ماء، مصالحي ممنوع يدير الستره، ممنوع يدير المرطوب، والشتا جايه ولا اله الا الله. الناس هنا المعاناه، الناس كتعاني، الفقر، البطاله، التهميش. انا هنايا ماشي ليا بلاد هنا في ايغود، كاين فيها المستوصف، داخل فيها الليسي، داخل فيها النادي النسوي، مني كان رئيس ديال المجلس السابق. بغينا نعرفوا شكون اللي كيسيني على المصلحة العامة وعلى التعويضات ديال الناس. وهاد البلاد كنحمل المسؤولية لرئيس الجماعة السلالية والأعضاء ديال الجماعة السلالية. إذن هاد البلاد مشات بعلمهم. نضنا لقينا مصايبين كروكي وقرار في اسم عمي بدون ورقة قسمة بدون عدة إراثة. باغيين يعطوه بقعة فيها 120 متر جيت القيادة. من تما بدات المعاناة، كاينة المعاناة ديال الواد الحار، الناس هنا شني ولا بالليل الله ينعستي. كاين تيران ملعبة ومصايبينو لينا هنايا برا، لا نتيجة. كاينين عدة مشاكل هنا في غود، من البداية ديال الانتخابات لحد الآن. البني وقفوا لينا البني، حنا بالنسبة ليا كبناي هذا هو الميدان ديالنا، وقفوا لينا البني ما كاينش فين غتخدم، سير قلب على راسك، طلع الدار بيدا سير زد قلب على راسك، هذا هو الأساس العادي، حنا هو الموضوع ديال البني. المواطنين والساكنة ديال إيغود هو صعوبة الحصول على الشواهد الإدارية. واش هذا الشيء كاين ولا ما كاينش؟ إذا كنوجهوا الرسالة ديالنا للعمالة ديال اليوسفية والسيد قائد، سيد قائد قيادة ثلاثة غود، الله يجازيك بخير. الحاجة اللي قانونية كنطلبوا منك تبسيط المساطر القانونية. إلا كان المواطن من حقه ياخذ شهادة إدارية باش يستافد من العداد ديال الكهرباء أو من ديال الماء الصالح للشرب، أو بغاه الغاية إدارية باغي يبني عليه أوراق أخرين، فلا داعي بأن المواطنين يعودون بخفي حنين ولا يستفيدون من الوثائق ومن الخدمات، ما دام كذلك ان صاحب الجلاله حفظه الله، صاحب الجلاله من التوصيات ديالو تقريب الاداره يستافدوا من الشواهد الاداريه في حدود المعقول وفي حدود القانون. اذا هذه رساله من امام القياده ديالها، قياده ثلاثة غود، لانه حقيقه انا ما غنخبي حتى شي حاجه، الرئيس ديال الجماعه ديال ثلاثة غود متورط في تسريب مكالمات، هذه المكالمات يبتز من خلالها السيد رئيس المجلس احد المقاولين، وهذا الشيء راه تبتوه لنا الساكنه ديال ثلاثة غود، حتى حاجه ما جبناها من عندنا. بالنسبه للاسينيسمو البنيه التحتيه مهترئه، كيقولوا بان الواد الحار كان من المفروض هذه القنوات يدوزوا فواحد المده ديال سنتين تقريبا، دازوا في 5 شهور، وهذا الشيء كيعطي واحد التساؤل في هذه السرعه باش دازت الخدمه، لان حتى المواد المستعمله ربما كانت مغشوشه، والدليل هو ان هذه القنوات تختنق بين الفينه والاخرى، وزيد على ذلك مطرح النفايات كارثه، بان النفايات المطرح ديالها خلف المبنى ديال القياده ديال ثلاثة غود، وزيد على ذلك كذلك بالنسبه للسيد قائد ثلاثة غود، سيد القائد كيمنع منعا باتا اعطاء الشواهد الاداريه. انا كنشوف بان الشواهد الاداريه كتمنع بعض الشواهد في بعض الحالات، ماشي ديما، ولكن هو سد المكتب ديالو على الساكنه حسب ما صرح به المواطنون، ومنع عليهم الشواهد الاداريه نهائيا، وعطل عليهم المصالح ديالهم. اذا تساؤل اخر كيقول لنا علاش هذا السيد القائد كيتعامل مع هاد الناس هكا. اذا المواطنين خرجوا على الصمت ديالهم، المواطنين ما تقبلوش هذه المعامله من الاداره ديالهم، اللي المفروض ان الاداره تكون قريبه من المواطنين. اذا المشاكل اللي كاينه في ثلاثة غود لا اول لها ولا اخر، ابتداء من الجماعه مرورا بالقياده، وما خفي كان اعظم. وكنتمنوا ان الرساله ديالكم توصل ان شاء الله، والشكر موصول للاعلاميين. شكرا.